بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. نحن في العشر الأواخر من العطلة المدرسية، خصوصا الأساتذة، بعد صدور بيان وزارة التربية القاضي بدخول الأساتذة يوم 31 أوت، بعد عطلة دامت شهر وعشرين يوم تقريبا. لماذا؟ لأن محضر الخروج كان يوم 7 جويلية 2022، الدخول المدرسي 31 أوت 2022، يعني أن العطلة التي منحت للأساتذة لم تتجاوز شهر ونصف. كذلك بالنسبة لدخول التلاميذ، وزارة التربية الوطنية ما زال ما بثت أي بيان حول دخول التلاميذ، ورسميا سيكون بعد الدخول للأساتذة، لا يتزامن دخول الأساتذة مع دخول التلاميذ، نظرا لوجوب تحضيرات وترتيبات حتى يدخل التلاميذ المتمدرسين في ظروف ملائمة وسير حسن وعادي. وزارة التربية لحد الآن أصدرت فقط موعد دخول الأساتذة والإداريين. بالنسبة للتلاميذ، وزارة التربية نحن نترقب في بيانها الثاني الذي حتما سيكون عن دخول والتحاق التلاميذ بالمدارس. كل هذا من أجل طبعا ضبط جميع المؤشرات الخاصة بالدخول المدرسي، خصوصا في التعليم الابتدائي الذي يشهد التعليم الابتدائي كما سبقت وقلت يشهد جديد هذا السنة إدراج اللغة الإنجليزية في السنة الثالثة ابتدائي، والذي يتطلب تكوين الأساتذة طبعا اللي راح يتم في هذا من 31 أوت بإذن الله تعالى حتى دخول التلاميذ، بالإضافة إلى تكوين الأساتذة يومي السبت والثلاثاء مساء، وكذلك الاطلاع على جميع الترتيبات الجديدة لهذه السنة فيما يخص البرامج، استعمال الزمن، الأيام اللي ندرس فيها، تفويج إسناد الأقسام للأساتذة، خصوصا الأقسام اللي شكلوا مشكل كبير، أقسام الامتحان والسنوات الأولى في كل الأدوار، وكذلك الاطلاع على الجديد فيما يخص الكتب المدرسية، خصوصا كتاب الإنجليزية، الحجم الساعي لمادة الفرنسية بعد إدماج اللغة الإنجليزية في السنة الثالثة ابتدائي. طبعا كثير من الأشياء نحن ننتظر ونترقب البث فيها والإفصاح عن محتواها، وكذلك الإفصاح عن كيف سيتم كيف نقضي هذه السنة بإذن الله تعالى. في انتظار ذلك انتظروني وإلى اللقاء.